بريفيسينج. إذن إلى نصائح هذا الصباح كما عودناكم كل يوم ثلاثاء، ننتقل بكم إلى عيادة الأخصائية في التغذية العلاجية الدكتورة بسمة هنداوي، واليوم نتحدث عن النحافة وعن الغذاء. بداية صباحك سكر دكتورة. يا صباح الخير والورد يا حنان. صباح الابتسامة والصوت الشجي، كيف الحال؟ سعيدة دايما معك كده كل يوم ثلاثاء والله. طيب دكتورة بسمة هنداوي، اليوم نتحدث عن النحافة وما نتناوله من أغذية، ارتباط الأول بالثاني والثاني بالأول، تفضلي. هي النحافة هي نقص الوزن عن المعدل الطبيعي، بحيث يكون مؤشر قطة في الجسم البودي ميس اندكس اللي هو بيتحسب عن طريق الوزن على مربع الطول، ده بيكون أقل من 18.5، ده معناه أن الشخص ده بيكون مصاب بالنحافة. وطبعا الشخص لما بيصاب بالنحافة ده بيرافقوا بعض المشاكل زي نقص الفيتامينات والمعادن وجفاف البشرة وعدم القدرة على مقاومة الأمراض. في بقى بعض الأسباب اللي بتلعب دور كبير في النحافة، منها بعض العادات الغذائية الغير سليمة، أوقات لأسباب وراثية، اتباع الروتين مثلا لتخفيف الوزن والاستمرار عليه لمدة طويلة. والأهم نقطة بتلعب دور كبير في موضوع النحافة فرط في نشاط الغدة الدرقية، ودي حالة بتنبت فيها الغدة الدرقية كمية كبيرة من هرمون السيروتونين، وفي الحالة دي بتسرع معانا عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، فده بيؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ. عشان كده بننصح الناس اللي بتعاني من النحافة أو اللي هي بتتناول وجبات بكميات كبيرة وما بتحسش معاها زيادة في الوزن إن هي لازم تعمل هرمون الغدة الدرقية. لو لقيته أقل من 1.1 مول على اليسر، ده معناه إن عنده فرط في نشاط الغدة الدرقية ولازم إن هو يتعالج منه. ويتناول بعض الأغذية هيلاقي تحسن كبير. نعم، ما هي الأغذية مثلا التي تساعد على يعني تركيز أو التي تسيطر على الغدة الدرقية مثلا؟ هي في بعض الأغذية اللي بتلعب معنا دور كبير في موضوع الغدة الدرقية، وننصح إن هما ياخدوها زي مثلا الحبوب الكاملة، تناول مثلا فول الصويا، البيض، الزيوت النباتية، دي كلها حاجات بتزود معانا أو بتقلل معانا موضوع مشاكل الغدة الدرقية. في كمان من الحاجات اللي بتلعب دور كبير في علاج النحافة فيتامينات زي فيتامين د وفيتامين بي 6 والكالسيوم والمغنيسيوم. فيتامين بس إعادة دكتورة، فيتامين د و بي 6 بي 6 ب 6 أيوة والمغنيسيوم. طبعا اغنى مصادر فيتامين د اللي هي الحليب، زيت كبد السمك، منتجات الالبان، البقدونس بيلعب دور كبير في علاج النحافه. طبعا الفجل ده هايل خالص في علاج النحافه. في بقى بعض المشاكل اللي بتسبب النحافه زي علاج نقص الشهيه، يعني اوقات من الاشخاص المصابين بالنحافه يقولوا احنا ما عندناش شهيه ان احنا ناكل، ده بيكون ناتج عن نقص في فيتامين د زي ما احنا قلنا فيتامين بي 6، وده اللي بينتج عنه انخفاض في انتاج حمض الهيدروكلوريت من المعده اللي هو بيكون ضروري لعمليه هضم الطعام وامتصاص الفيتامينات والمعادن. وعشان نعوض نقص فيتامين د علينا بتناول العسل الاسود، المكسرات، ان هو كمان بننصح ان يتناولوا زبده الفول السوداني لان بتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والاحماض الدهنيه والبروتين، بالاضافه ان طعمها لذيذ وسهله الذوبان في الفم. وتعرفي ان المعلقه الصغيره منها بتدينا تقريبا 98 سعر حراري، يعني المعلقه الكبيره بتدينا 200 سعر حراري. اوكي، فده هتفرق معاهم في السعرات المأخوذه مثلا على مدار اليوم. في كلتا الحالات الشخص المصاب بالنحافه عاده احنا بنحب ان احنا نزود له 500 سعر حراري في اليوم لو اخذها زياده عن الطبيعي. يعني عن تناول الطبيعي مثلا لو بياخد 1600 سعر حراري يوميا، احنا بنديله 500 سعر حراري كمان زيادة على مدار الأسبوع، بتلاقيه لازم يكون زايد في الوزن أقل حاجة بيكون كيلو. نعم، يعني دكتورة بسمة عندما نقوم بضبط السعرات الحرارية بإمكاننا أنه نخسه في الوزن، يعني ممكن ينحف الشخص. وفي بعض الحاجات اللي احنا يعني حاجات سهلة بقى ممكن حد يعملها بسهولة، احنا نحلل المشروبات بالعسل الطبيعي بدل السكر، لأن المعلقة العسل الصغيرة تدينا 21 سعر حراري مقارنة بالعسل لما نيجي نحليها بالعسل الأبيض. المعلقة الصغيرة من العسل الأبيض بيعطي 16 سعر حراري، ده 16، والمعلقة الصغيرة من العسل
الابيض بدينا 21 سعره حراريه هيفرق معنا في السعر. يعني تفضلين تنصحين بالعسل الاسود؟ العسل الاسود وبرضه العسل الابيض. أوكي. يعني الاثنين احلى من بعض. الحلبه بتلعب دور كبير جدا في زياده الوزن، غنيه بالحديد، وفي كمان الحلبه الخضراء. الحلبه بتزيد الوزن؟ بتزود الوزن. لأنه في أشخاص لأنه في أشخاص بيتناول الحلبة بشكل كبير جدا، يعني من أساسيات الغذاء عندهم. لا ده بيزود في الوزن، عشان كده إحنا ما بننصحش بيها أثناء الأشخاص المصابين بزيادة الوزن. الكزبرة هي رهيبة في تقوية الدم وبتحتوي على كميات كبيرة من الحديد. حلو. يعني خاصة كمان إن هما اللي بيكونوا مصابين بالنحافة على طول، وقت تلاقيهم مرهقين تلاقيهم دايخين. الحلبة والكزبرة بتلعب دور كبير في الموضوع ده. الفواكه المجففة والمكسرات زي اللوز والجوز، لو عملناها عصير مثلا وحطيناها بضافة حليب كامل الدسم مع الفواكه دي مع العسل الأبيض، دي بتأدي لزيادة الوزن. أوكي، وماذا أيضا حتى نختتم الفقرة مع كل هذه الإرشادات؟ إن إحنا نبعد عن بعض الأكلات اللي هي بتقلل الشهية، زي المشروبات المحتوى على الكافيين زي القهوة الشاي. نقلل من تناولنا للخبز الأسمر، نتناول بدلا منه الخبز الأبيض. أوكي. هنا للزيادة في الوزن، دي للزيادة في الوزن. أوكي. نقلل من تناولنا للأطعمة اللي بتحتوي على التوابل، كمية كبيرة من التوابل والفلفل الحار، يعني كما احنا عارفين الحاجات دي بتزود معنا عملية الحرق. احنا عايزين نقلل عملية الحرق معنا، نقلل من تناول الحمضيات زي البرتقال والله دكتورة انت اديتيني معلومات غنية جدا اليوم. انا ما كنتش عارفة انه الحر بينزل الوزن. حلو حلو حلو. اوكي. لا بينزل الوزن. وماذا ايضا؟ ان احنا يعني نزود القيمة الغذائية للأطعمة. نعم. يعني احنا بتناول مثلا الأرز أو المكرونة، نضيف عليها شوية من الخبز من الجبن المبشور. أوكي. مكعبات الجبنة البيضة نضيفها للسلطة. نعم. إضافة الزيت الزيتون على السلطة، الحاجات دي كلها بتزود معنا السعرات الحرارية. نعم. دكتورة بسمة هنداوي، أذكر بأنك أخصائية في التغذية العلاجية، شكرا على كل هذه النصائح القيمة اليوم، وفي انتظارك إن شاء الله الأسبوع المقبل في موضوع جديد وإرشادات جديدة. شكرا. شكرا.